في المغرب الأخضر النوالي. فوزي البنزرتي وصل إلى الدار البيضاء ليتولى الإشراف على نادي الرجاء. الوصول كان قبل التوقيت المتفق عليه مع النادي الأخضر، وذلك نظرا لمستعجلات مونديال الأندية وضرورة تشخيص الملف الرجاوي قبل الموعد. في أغلب الحالات خذيت فرق ديما إلا في واقعة أو في وضعية اللي يلزمها تغييرات، ما نقولش الشجاع، نقول عندي ثقة في نفسي، نبعث الثقة هذيك اللاعبين متاعي، وبعد هذا كل شيء يجي بطبيعته، والعمل اللي يوصل والأفكار والطريقة اللي نخدم بها تنجم توصل في أقرب وقت. إذا وصلنا وصلنا معناتها، وهذا معناتها نأملوا بطبيعة الحال، وإذا معناتها الواحد، لأن العمل متاعنا باش يكون على المدى المتوسط، يعني السنة والسنة القادمة. فوزي البنزرتي المدرب التونسي الخبير بمجريات الكان والكاف والتشامبيونز ليج الإفريقية يبدو أنه سيبذل مجهودا لقراءة معطيات النسور، استدراكا للوقت الضاغط وتحضيرا للاستحقاق. مونديال الأندية معناتها بالنسبة لي الحال معناتها باش ولو الوقت قصير، لكن نتحملوا مسؤولية كاملة، ما احناش باش نهربوا منها، ولا ما نقولش جيت مؤخر ولا في وقت ضيق، لا بالعكس، معناتها يلزمنا نتحملوا مسؤولية. مسؤول الرجاء يراهنون على قوة دافعة من الرجل، لا سيما وأن التركيبة البيضاوية تشكو من اضطرابات ملحوظة. إن شاء الله الفريق غادي يشارك مونديال الأندية، إن شاء الله بتجربة ديال المدرب وبتجربة ديال تحت الطاقم التقني واللاعبين، غادي تكون الرجاء تقدم وجه مشرف كأس العالم الأندية. فوزي البنزرتي التونسي يرث محمد فاخر المغربي. لغة التفاهم لن تكون بأشواك في الحلق بين المدرب والنادي، والجمهور ينتظر لمسة المدرب الجديد بقيمة مضافة.